بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل خير في حلقة جديدة من برنامج الكرة العالمية الذي يطل عليكم كل يوم اثنين من 11 وحتى تمام 12 صباحا. رحب بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة، ونتمنى إن شاء الله أنه كل ما يطرح في هذا البرنامج ينال إعجابكم واستحسانكم من طرحنا للقضايا واختيارنا للمواضيع التي يقدمها لنا الزميل رئيس التحرير ومعد البرنامج بندر الشويعر. وبمشيئة الله سنتناول العديد من القضايا المهمة في الكرة العالمية وأبرز الأحداث والأخبار الرياضية في الوسط العالمي ومناقشتها مع ضيوفنا في هذه الحلقة كما عودناكم في كل حلقات برنامج الكرة العالمية. تحية مني علي الشهري ومن المعد الزميل بندر الشويعر وأيضا من المخرج الزميل علي المالكي. البداية كما عودناكم مع عناويننا المختارة من قبل طاقم الإعداد لهذه الحلقة في برنامج الكرة العالمية، نتابع. البداية مع الفيفا، حيث يعلن رسميا تعيين عيسى حياة الكاميروني رئيسا للفيفا بصفة مؤقتة. ولجنة الأخلاق بالفيفا توقف كل من بلاتر وبلاتيني وفالكا 90 يوما. ليفربول يتعاقد مع يورغن كلوب خلفا لبراندن روجرز. وأخيرا جملة إصابات أيام الفيفا تقلق أغلب الأندية الأوروبية. هذه عناويننا في هذه الحلقة من برنامج الكرة العالمية، وبلا شك بأنه هذه الأيام الحديث يكثر عن الفيفا وأحداث الفيفا المصاحبة للإيقافات المتلاحقة لرئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني الفرنسي، وأيضا جيروم فالكا الأمين السابق الأمين العام السابق للفيفا. وهذه الأحداث سنتناولها إن شاء الله في حوارنا مع ضيوفنا. نرحب بضيوف هذه الحلقة. بداية نرحب بالإعلامي الرياضي والصحفي في صحيفة الرياض وصاحب حساب دوري أبطال أوروبا في تويتر، الإعلامي الرياضي خالد الحربي. مساء الخير خالد. مساء النور. هلا وسعيد بوجودي معكم، وإن شاء الله نقدم ما يرضي المتابعين. حياك الله في إطلالتك الأولى معنا في برنامج الكرة العالمية. رحب فيك إن شاء الله، ونتمنى تتكرر هذه الإطلالة الجميلة. الله يحييك. أيضا نرحب بضيفنا الآخر الإعلامي الرياضي صاحبنا دائما في برنامج الكرة العالمية إبراهيم الحمدان. مساء الخير إبراهيم. مساء النور. حياك أحييك وحيي مشاهدين برنامج الكرة العالمية. إن شاء الله نقدم مع زميلي خالد الحربي إن شاء الله حلقة فيها الإثراء للمشاهدين بإذن الله. طبعا هذه الأيام توقف للدوريات الأوروبية بسبب المشاركات الأوروبية يورو 2016، تصفيات المؤهلة اليورو 2016. الأيام المملة والأيام الكئيبة للجماهير، وباتت الأيام الكئيبة للأندية بعد الإصابات. نعم، لكن لا تتوقف الرياضة، دائما الأخبار فيها يعني متواصلة والأحداث متواصلة، والإثارة هي جزء من الرياضة هذه بالتأكيد. الإثارة. الله يحييكم جميعا وأهلا بكم. نرحب فيكم مشاهدين الكرام. كانت هذه عناويننا في هذه الحلقة كما عودناكم دائما، نبدأ بتقرير ونعلق عليه مع ضيوفنا من خلال متابعتنا لهذا التقرير. تقرير من لندن عن الفيفا والأحداث المصاحبة لها في الأيام الماضية، وكثر الحديث كثيرا عن هذه الأحداث. نتابع هذا التقرير ونعود لمناقشته مع ضيوفنا. حتى بعد أن فرضت عليه لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا عقوبة 90 يوما ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي بسبب قضايا الفساد، فإن جوزيف بلاتر ما زال يقاوم ويقر بأنه في أحسن حالاته على حد تصريحاته المثيرة. بلاتر اتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة تدمير إنجازاته الكبيرة ومسيرته الحافلة، مؤكدا أن لجنة الأخلاق لم تحترم القوانين بالاستماع إليه ودفاعه عن نفسه، مضيفا أنه سيطعن في قرار اللجنة. أعلم أن البعض يحاول أن يحملني المسؤولية الكاملة عن عمليات الفساد في الفيفا وتهديد سمعتها العالمية، بجانب أن البعض لم يرق له منح استضافة كأس العالم لدول معينة فحاول تشويه سمعتي بفضائح مالية.
طوق التحقيقات بدأ يضيق على رغبة بلاتر الذي خضع قبل فترة إلى جلسة استجواب طويلة مع اللجنة القانونية، حيث تم مصادرة جميع بياناته والتحفظ عليها لحين اكتمال التحقيقات القانونية. الفيفا من جهتها تدرس إمكانية تأجيل موعد انتخاب رئيس جديد لها بسبب تعقيدات الوضع الإداري. مصائب قوم عند قوم فوائد، إذ قد يسهل هذا التأجيل الأمر على بلاتيني في مساعيه لخلافة بلاتر، وذلك في حال إذ تم قبول استئنافه على عقوبة إيقافه عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم. سواء انتخبت أو لم انتخب، فأنا من واجبي وعقدي أن ألتزم بكافة واجباتي في تطوير المهام الملقاة على عاتقي. فيما أكدت اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي عن دعمها لميشيل بلاتيني الذي سيتخذ مختلف الإجراءات لاستئناف قرار إيقافه من قبل لجنة الأخلاق المستقلة التابعة للاتحاد الدولي، مشددا على أن نزاهته فوق كل اعتبار. على نحو موازن، يبقى المرشح العربي الأمير علي بن الحسين هو الأقرب للفوز بزعامة الفيفا، على الرغم من وجود مرشحين آخرين أقواهم وأشرسهم الفرنسي ميشيل بلاتيني الرافض لكل التنازلات، على الرغم من الانتقادات الموجهة له التي تتهمه بأنه رديف لبلاتر في الفساد، على حد ما صرح به النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا بأن بلاتيني وبلاتر هما وجهان لعملة واحدة. هذا وقد أعلنت اللجنة التنفيذية للفيفا أنها ستعقد اجتماعا غير عادي في 20 أكتوبر الجاري في مقرها في زيوريخ، ولم يحدد الفيفا إذا كان موعد الانتخابات مدرجا في أجندة اللجنة التنفيذية، وهي اللجنة الوحيدة التي تمتلك سلطة تأجيل الموعد المقرر في 26 فبراير المقبل. الصراع على عرش الفيفا ما زال قائما، صراع سيفتح ملفات وقضايا كانت تعد من المحرمات، خصوصا إذا ما قرر العجوز الداهية جوزيف بلاتر أن يدير الصراع من جانبه من مبدأ أنا ومن بعد الطوفان. لبرنامج كرة عالمية، ميديا النعيمي، لندن. شكرا للزملاء على التقرير عن الفيفا والأحداث المصاحبة لهذه الإيقافات المتعلقة بقضايا فساد والاتحاد الدولي الفيفا. وطبعا الأيام الماضية كثر الحديث والأقاويل عن هذه الأحداث، أنها من الصعب أن تحدث في أكبر منظمة كروية في العالم والتي تقبع تحتها الكثير من الاتحادات الرياضية المهمة جدا في عالم كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى. من الصعب جدا أن تكون هناك إشكاليات في الاتحاد الدولي للفيفا الذي يتولى زمام الأمور في كرة القدم في العالم أجمع، وربما تؤثر على كرة القدم في المستقبل. لكن تساؤلاتنا لضيوفنا، ونبدأ مع خالد الحربي. طبعا العاصفة هذه أتت مبكرا، يعني لم تنتظر الشتاء بالنسبة للاتحاد الدولي، أتت في وقت الربيع الفائت، والآن في عاصفة أخرى في فترة الخريف، لكنها ربما تكون هي الأقوى. تأثيرات هذه الإشكاليات الحاصلة في الاتحاد الدولي على منظومة كرة القدم في العالم أجمع، هل ستؤثر عليها؟ ستكون انعكاساتها سلبية على الاتحادات القارية التابعة للاتحاد الدولي؟ أكيد راح تكون سلبية، لأن لما يتهم رئيس أكبر منظمة في كرة القدم بالفساد فهذا ينعكس سلبي ومؤثر كبير على منظمة كرة القدم. والأحداث اللي صارت أشعلت لنا فترة التوقف، وتحديدا شيء صادم إيقاف رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي، تحديدا قبل 3 أسابيع من إقفال باب الترشح، وبلاتيني أعلن نية الترشح بشكل نهائي. فهالإيقاف ممكن يأثر بشكل كبير على بلاتيني تحديدا، وكان الأقرب يعني كان جاهز، كان يعني الأقرب. والآن المستفيد مرشحنا العربي علي بن الحسين، لكن لما تطلع ردة فعل من رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أنه الاتحاد يدعم بلاتيني وأنه حتى بعد الإيقاف رح ندعمه، فهذا يعطي دفع معنوية لبلاتيني أنه حتى الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية معك. لكن لازم ننتظر قرار مجلس الاستئناف وبعد يتحدد إذا كان راح يترشح بلاتيني أو لا. ما يحدث في الاتحاد الدولي والفيفا أمر طبيعي؟ لا أبدا، غير طبيعي.
غير طبيعي، واللي صاير كله بسبب ملف تقريبا او اغلبه بسبب ملف 2018 2022، لان حتى اليوم صدر قرار ايقاف احد اعضاء المكتب التنفيذي وقت التصويت على هالمونديالين اللي هو التايلندي ماكودي، فلا زال التحقيق جاري على هالموضوع واتوقع انه له تداعيات اكبر الفتره الجايه. جميل، حنشوف الايام القادمه. يعني بلاتيني معترض على هذا القرار ومقدم استئناف، وحنشوف يعني وش النتائج القادمه في هذا الملف. ابراهيم، هل يجب ان يرحل جوزيف بلاتر عن الاتحاد الدولي ويحل شخص اخر بعد 40 عام لهذا الرجل في قيادة الاتحاد الدولي للفيفا، هل حان وقت التغيير؟ بالتأكيد أنه حان وقت التغيير. هي عموما قصة يبدو أنها لا ترضى أن تصل إلى فصولها الأخيرة. في كل مرة يعني يصل الحال ببلاتر إلى النهاية نجده يعود مرة أخرى، نجد القرارات تنصب في صالحه في بعض الأحيان. شاهدنا القرار من لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي بإيقاف نائب الرئيس تشونغ مونغ 6 سنوات وتقريبا $100,000، إلا أن القرار مثل هذا القرار اللي كان يجب أن يكون على بلاتر أو جاك وارن من قبله بمدى الحياة، كان من الأجدى إيقاف بلاتر وليس النائب ثم النائب مرة أخرى. فهذا الرجل رجل قوي جدا، عنده حصانة عجيبة وغريبة. بلاتر طبعا 40 سنة حتى بعد، وانتخب للمرة الخامسة قبل أن يستقيل بالتأكيد، وكسب يعني انتخب وكسب الانتخابات. صحيح. ففي يعني مشاكل في الاتحاد الدولي صراحة، ويعني وفي خيوط غير مكشوفة إلى الآن. إلى الآن أكيد طبعا المستشار الفيفا حتى تحدث بعد إيقاف بلاتر أنه ممكن تكون هذه حيلة أساسا لتأجيل الانتخابات، وهذا ما لا يتمنى، وفعلا قد يكون هذا الشيء وارد. لو تأجلت الانتخابات في إيقاف بلاتيني ما حتكون جيدة وفي صالح المرشح العربي الأمير علي بن حسين. صحيح، هو أكبر المتأثرين من هذا الموضوع، لكن نأمل إن شاء الله أنه يستمر. جميل. طيب لما نقول أنه كرة القدم دائما عاشت ملكة تتربع في قلوب الناس، الآن ستنزل إلى مناطق مظلمة، هذا يؤثر على سمعة كرة القدم إبراهيم؟ لا أعتقد، لسبب بسيط، أن اليوم الأندية باتت سمعتها وقوتها وإداراتها ولاعبيها بلاعبيها أقوى حتى من المنتخبات ومن المسابقات العالمية. حتى شفنا كأس العالم، ممكن صيد كأس العالم في النسختين الأخيرتين يختلف تماما عن دوري أبطال أوروبا وعن البطولات الأوروبية بشكل عام. وهذا ما حدث حتى مع هيئة الأندية الأوروبية اللي حاولت أنها تتدخل وطالبت أن الأندية يكون لها صوت في هذا الملف الشائك. فأعتقد أن مثل هذه القضية حتى المتابعين الرياضيين اليوم يفطنون لمثل هذه الأمور، يفطنون أن بلاتر هو الشخص تحديدا خلف كل هذه المشاكل، خلف كل هذه الأزمة اللي حاصل في كرة القدم اليوم. مع خروج بلاتر بإذن الله في الفترة المقبلة سيتغير الحال، الأندية قادرة على إعادة كرة القدم أو إعادة الهيبة لكرة القدم. جميل. من جديد. من خلال التقرير خالد، بلاتر تحدث وقال أنه هناك أطراف تحاول تدمير سمعتي ويعني إدخالي في هذه التهم، تهم الفساد، بشكل ممكن يؤثر على سمعتي وهي حرب. هل هناك تعتقد أنه في حرب على بلاتر من أطراف أخرى؟ هو لم يذكر هذه الأطراف. لا أبدا، لأن حتى الصحف العالمية نشرت تقارير تدين بلاتر، وتحديدا في مواضيع حقوق التذاكر، حقوق النقل، فهذه كلها أمور تدين بلاتر، وما أعتقد أن فيها أي حرب عليه، بالعكس تهم الفساد جالسة تنكشف يوم ورا الثاني اتجاهه، فما أتوقع أن في أي حرب ضده. إضافة إلى تسليم مبلغ 2 مليون يورو لبلاتيني في 2011 دون أي سبب، وقال السبب مجهول يعني. حتى بلاتيني برر، قال إنه هذه مستحقات سابقة، لكنها في يعني هذا المبرر مش موجود على ورق. يعني بعدين بلاتيني حاول إنه يعني يبرر ويحاول إنه، لكن في النهاية غير واضح السبب. أنا أتكلم أقول إذا كان هذا في الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفيفا يحدث مثل هذه الإشكاليات، وهو مو بغريب يعني لأنهم بشر،
فما بالك في الاتحادات القارية، الاتحادات التابعة للاتحاد الفيفا، حيكون فيها الكثير من الإشكاليات والمشاكل، لأنه مرجعيتها هي الفيفا. إذا كان مرجعتك الفيفا ويحدث فيه مثل هذه المشاكل، رشاوة وفساد وما فساد، فربما أنه تتأثر هذه الاتحادات حتى تفقد الثقة في الفيفا. طبعا أنت اليوم تتحدث عن الاتحاد الدولي الفيفا بعظامته، وتتحدث أيضا عن أكبر اتحاد بعد الفيفا اللي هو الاتحاد الأوروبي، يعني رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس الاتحاد الفيفا كلهم يعني يقعون تحت شبهات وتحت فهذا يضع أيضا يزيد من الشكوك في الاتحادات القارية الأخرى، مثل ما شاهدنا في الاتحاد الكاريبي قبل، وما حصل من توقيع عقود وحقوق نقل بينه وبين رئيس الاتحاد الترينيدادي أعتقد والبلاتر، كل هذه الأمور تضع الاتحادات الأخرى تحت دائرة الشك. جميل. حتى الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الآسيوي طبعا قبل فترة وقف أمينه العام بسبب تهم الفساد، فالفساد جالس ينتشر من الفيفا للاتحادات القارية. جميل. طيب خلينا نعلق أيضا على نقطة في عناويننا، تعيين عيسى حياتو الكاميروني رئيسا للفيفا بصفة مؤقتة. هل تعتقد أنه ممكن عيسى حياتو ينتشل الفيفا من هذه الإشكاليات، يطور، يتلافى مثل هذه المشاكل الفساد؟ أنا أعتقد الموضوع الحين قائم على بصفة مؤقتة. لا، أنا أعتقد الحين الموضوع قائم على المكتب التنفيذي، لأنه هو الآن هو اللي يحدد مصير الانتخابات، هو اللي يحدد كل شيء، فما أتوقع أن عيسى حياتو راح يكون له دور مؤثر في الفترة المقبلة. هو كان رئيس الاتحاد الأفريقي. إيه، هو كان رئيس. لا إلى الآن رئيس الاتحاد. إلى الآن لا يختلف عن بلاتر، يعني هو تقريبا حدود 35 سنة في الاتحاد الأفريقي، لا يختلف كثير عن بلاتر. لو كان بإمكانه تطوير، كان طور الكرة الأفريقية. الكرة الأفريقية نشاهد دوري أبطال أفريقيا ونشاهد البطولات الأفريقية ضعيفة جدا، ربما من المداخيل المادية والاقتصاد الأفريقي يعاني، لكن كان بإمكانه تطوير أكثر الكرة الأفريقية. بالنسبة للاجتماعات، في توقع أنها تؤجل، يتم تأجيلها خالد؟ لا، ما أعتقد. الترشح لاختيار رئيس جديد، وإن كان الصوت الأوروبي يميل للتأجيل، لأن الاتحاد الأوروبي والاتحاد أمريكا الجنوبية داعمين البلاتيني، فهم راح يكون يطالبون بشكل كبير أن الانتخابات تأجل إلى حين معرفة مصير بلاتيني. طبعا دعا للاجتماع الشيخ سلمان بن خليفة، سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، دعا إلى عقد الاجتماع في وقته واختيار رئيس جديد، وبالتالي هناك مطالبات من أعضاء في الاتحاد والفيفا بأن تقام هذه الانتخابات في وقتها. هل هي في مصلحة مرشحنا العربي الأمير علي بن حسين؟ بالطبع، خصوصا أن نسبة ترشح الأمير علي بن حسين لهذا المنصب في ظل هذه الأوضاع، نسبة ترشحه أو نية للترشح تقصد؟ أو هو طبعا رجع للترشح أكيد. نسبة قصدك نسبة ترشيحه أو نسبة كسبه؟ نعم، كسبه طبعا هي عالية. الرجل حتى الانسحابه كان انسحاب نزيه في الانتخابات الأخيرة، ملف قوي، يعني الأصوات الاتحادات الآن في كثير من الاتحادات تقف معه. بلاتينا ما حصل له في الفترة الأخيرة أكيد أنه يعني سيؤثر على موقفه في هذه الانتخابات. أعتقد أن الأمير علي بن حسين قادر على أنه يكسب الانتخابات المقبلة. حنا نتمنى إن شاء الله أنه يكون يعني يتوفق في هذه الانتخابات ويصل إلى سدة أعلى، يعني أعلى، ممكن نقول أعلى منصب في كرة القدم العالمية، وهو تولي سدة الاتحاد الدولي الفيفا ورئاسته، وهي يعني إن شاء الله تكون المصلحة مشتركة كعرب نستفيد، وبالتالي حتى أصواتنا كعرب تصل بشكل سليم. خالد، أيضا في اليوم في الصحف البريطانية، وهي كانت يعني قوية ومتابعة بقوة لهذه القضية، تورط أعضاء الفيفا ورئيس الاتحاد الدولي الفيفا، كشفت اليوم صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنها تمتلك وثيقة تسربت من داخل الفيفا، تورط جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي
قالت الصحيفة بأن هذه الوثيقة لو نشرت من شأنها أن تؤدي إلى إيقاف السويسري والفرنسي مدى الحياة عن النشاط الرياضي، فضلا عن التعرض إلى عقوبة مشددة بالسجن ولسنوات طويلة. طبعا هذه الصحيفة لم توضح طبيعة هذه الوثيقة. تعتقد أنه لو ظهرت هذه الوثيقة ممكن تؤثر على جوزيف بلاتر برغم معرفته بهذه السنة من خلال هذه السنوات الطويلة التي قضاها في الاتحاد الدولي، تطيح بجوزيف بلاتر؟ طبعا حديث الصحيفة يؤكد كلامنا أنه بلاتر أبدا ما يتعرض للحرب، بالعكس هذه الآن بلاتر أصبح مكشوف أمام الجميع. بخصوص الوثيقة أنا أتوقع أنه لو ظهرت، طبعا على حسب الوثيقة، لكن من الممكن جدا أن تظهر الصحيفة ويتوقف مدى الحياة، يعني بعد اللي صار ما أستغرب أي شيء من جوزيف بلاتر. جميل. ملف الاستضافة كأس العالم 2018 و2022 روسيا وقطر، تعتقد أنها ستتأثر من خلال هذه أو في خضم هذه الإشكاليات الحاصلة في الاتحاد الدولي؟ ربما يكون التأثير أكثر على ملف قطر بحكم من الأبعد، أصبح الآن أبعد من تتكلم عن ملف روسيا قريب جدا. الأمور بدت صعبة في تغيير البلد المستضيف، لكن ربما يكون هذا أخطر بقليل على دولة قطر في الاستضافة، وكل ما يحصل اليوم هو بسبب ملف كأس العالم 2018 و2022، فنقول الله يستر. جميل. في بعض الأخبار عن هذه الحادثة وهذه القضية في الاتحاد الدولي، قال ميشيل زين الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الاثنين أنه طلب منه ترشح لرئاسة المنظمة وأنه يدرس الموقف. وقال السويسري ببساطة: أدرس الموقف بعد عدة طلبات تلقيتها لكي أترشح للمنصب، وسأتابع الموقف وأرى كيف سيتطور في الأيام المقبلة. لم يكشف زين روفنين وهو حكم سابق عمن طلب منه الترشح، وعمل أمينا عاما للفيفا من 98 إلى 2002، ومن المقرر أن يختار الفيفا خليفة لسيب بلاتر في اجتماع غير عادي لجمعية العمومية يوم 26 فبراير شباط. خالد، ممكن أن السويسري يعني يخلف سويسري؟ لا، ما أتوقع. أنا أشوف الأقرب الآن بين بلاتيني وعلي بن الحسين، وموعد الانتخابات هو اللي راح يحدد من الأقرب. إذا أقيمت في موعد محدد أنا أشوف أن علي بن الحسين هو الأقرب، لأن الآن التهم على بلاتيني فممكن تتأثر سمعته شوي، لكن كل ما تأجلت الانتخابات كل ما صارت فرصة عند بلاتيني أنه يوضح موقفه وممكن يكسب أصوات بعد ما خسرها. جميل. إبراهيم، لك تعليق على النقطة؟ بشكل عام لا أعتقد أن بلاتر أصلا في حاجة إلى الوقوف أمام كل هذه التهم وهذه الفضائح وإظهار المزيد من الأدلة وإظهار بلاتيني. انتهى أمره من البداية، كان يجب إبعادة ويعني يريحون بال العالم كله، لكن للأسف لا زال موجود ولا زال يعني في اللعبة وجعل الجميع في المتاهة. طبعا أكد أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف أنه ليس مجنونا ليترشح على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، موضحا أنه لم يفكر في هذا الأمر إطلاقا. وقال نجم الكرة الهولندية والمدير الفني الأسبق لفريق برشلونة الإسباني في مقابلة نشرتها صحيفة استاد الدوحة القطرية يوم الاثنين: لا، لست مجنونا حتى أترشح لرئاسة الفيفا، هذه فكرة لم تطرأ لي على بال نهائيا. وأوضح أن هناك الكثير من الأمور تحدث هنا وهناك، ولو رجعنا بالتاريخ قليل للوراء سنجد أن الفيفا كان لديه 100 اتحاد عضو في الكونغرس، والآن هناك أكثر من 200 اتحاد أعضاء في كونغرس الفيفا. الأمور تشعبت بشكل كبير وأصبح هنالك الكثير من المصالح. نعم، هناك أشياء سيئة حدثت وهنالك الكثير من الأطراف التي ستحدد أو تحدد مستقبل كرة القدم، وهذه مشكلة. وعن السبب وراء توجيه الناس اللوم إلى بلاتر، قال كرويف: ليس لدي إجابة محددة وهذا ما استطيع قوله عن الفيفا لا أكثر. نجم الكرة الهولندية يقول: لست مجنون لأترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم. نفهم من تصريحه أنه منصب متعب، منصب يعني يبغى له واحد طويل بال. تتكلم عن أكبر منظمة على مستوى العالم، تدير أكثر من 209 اتحاد،
خصوصا أنك أنت الآن راح تمسك المنصب وخلفك قضايا فساد كثيرة، يعني ما جيت تخب بعد اتحاد أنها هي بتصعب من مهمة، هي بتصعب من مهمة الأحداث الأخيرة، نعم. حتى ثقة الآخرين ربما يعني يفقدونها في من سيترشح لرئاسة الاتحاد الدولي بعد هذه الإشكاليات، لأنه من الصعب تصليح أو إصلاح ما أفسده بلاتر وبلاتيني. إبراهيم؟ أكيد طبعا مهمة صعبة وشاقة، إضافة لأن فيفا اليوم يعني يعتبر من أكبر وأقوى المنظمات حتى على الصعيد السياسي، يعني لها قوة، المنظمة لها قوتها ولها مركزها، فصعب من الصعب جدا إدارة مثل هذا الاتحاد حاليا. أتفق معك روف أنه من يتولاها مجنون نوع من الجنون، ضرب من الجنون، في جنون، يعني في تحدي كبير جدا يعني لا يحمد عقباه. خالد، حتى نختم أو نقفل هذا الملف، تتوقع أنه ممكن يخرج بلاتر أو بلاتيني من هذه القضايا بشكل سليم ويعودون إلى أماكنهم بشكل طبيعي، خصوصا في ظل الوثائق اللي جالسة تطلع تدين الطرفين؟ أبدا ما أعتقد، أنا أشوف أنه خلاص تقريبا إلا إذا تدخل بلاتيني وكسب سؤال الاستئناف عن طريق العلاقات اللي يملكها. أما من ناحية الوثائق أشوفه كله جالسة تدين الطرفين، فما أعتقد في رجع لها. إبراهيم، تعليقك على الملف، بلاتر ممكن ينجو من هذه، بلاتيني ينجو من هذه الاتهامات؟ المفترض أن بلاتيني هو اللي ينجو، لكن بلاتر صاحب مفاجآت. لابسته، المفروض أن لابسته لابسته، بس هو صاحب مفاجآت، ما تدري وش اللي يحصل. طيب، عموما هذه الحديث عن الاتحاد الدولي الفيفا الأيام الماضية، كثر الحديث وأكثر ما نشط في الحديث عن الفيفا كانت الصحف البريطانية في حديثها ومناقشتها لقضايا الاتحاد الدولي الفيفا. الأيام القادمة حبلى بالأخبار والأحداث، ننتظرها وننتظر المرشح الجديد للفيفا عندما يعلن الاجتماع القادم. إن تم تأجيله فربما سيضر بالمرشح العربي الأمير علي بن حسين، الذي نتمنى له التوفيق إن شاء الله في ترشح الانتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم. نتحول إلى تقريرنا الآخر، طبعا الكرة الإنجليزية متوقفة كما هي جميع الدوريات الأوروبية بخصوص أيام الفيفا، ولذلك سنسلط الضوء على آخر أخبار الكرة الإنجليزية من خلال تقرير عدوه الزملاء. نتابع هذا التقرير ونعود لمناقشته. Okay, morning everyone. Welcome to Anfield. Just go through the preamble while everybody. And please give us the time. امنحوني بعض الوقت وسيكون اللقب من نصيب ليفربول. هذا ما وعد به مدرب ليفربول الجديد الألماني يورغن كلوب في مؤتمره الصحفي الذي تحدث عن طموحاته لكن في إطار محدود من الوعود. إشارة الألماني يورغن كلوب إلى عامل الوقت لتحقيق النجاح فسرها بعض المتابعين كخطوة طبيعية حذرة من مدرب محترف له باع طويل في ملاعب الكرة، سطر خلالها عدة ألقاب كروية ونجاحات مع فريقه السابق الألماني بروسيا دورتموند. So it's not a normal or usual club. أنا لست هنا لأن فريق ليفربول شبيه ببروسيا دورتموند. لا، هناك فرق. ليفربول فريق له تاريخ عظيم وإنجازات كبيرة، والمسؤولين عن هذا الفريق أرادوا إعادة تلك الإنجازات ففكروا في التعاقد معي. أنا شخص عادي جدا، بل أقل من العادي، لا أحب المبالغة في كل شيء. كلوب أعلن عن سياسته الواضحة في إدارة الفريق فنيا، مؤكدا أنه الوحيد الذي يقرر صفقات انتقال اللاعبين الجدد وتشكيلة الفريق التي ستكون خطا أحمرا لا يجب تجاوزه. ليفربول الطامح إلى إنهاء صيام طويل مع الألقاب سيعتمد على جدية ومهنية يورغن كلوب في قيادة الفريق القابع في المركز العاشر إلى مراكز متقدمة على الأقل في الوقت الحاضر. لا أريد أن أقول أن علينا الانتظار 20 عاما لحصد اللقب. أنا هنا من أجل العمل على تحقيق هذا الأمر عندما نكون جاهزين.
العقد الذي بلغت قيمته 15 مليون جنيه استرليني سيكون لمدة 3 سنوات، حيث سيتلقى يورغن 5 ملايين جنيه استرليني سنويا. العقد شمل أيضا مساعديه في دورتموند كل من زيلكو وبيتر لينضم إلى الجهاز الفني. أمام الألماني يورغن كلوب مهمة شاقة مع فريق الريدز الباحث عن اللقب منذ سنوات طويلة جدا، إلا أن يورغن نفسه لا يخفي سرا أن الحصول على لقب البريمير ليج لن يكون سهلا بوجود تنافس شرس مع أندية مثل مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال. لبرنامج كرة عالمية، ميديا النعيمي، لندن. شكرا للزملاء على التقرير عن أبرز أحداث الكرة الإنجليزية، وهو تعيين يورغن كلوب مدربا لليفربول بعد إقالة الإيرلندي براندن روجرز من إدارة ليفربول. تداعيات هذا التعيين الجديد لكلوب، البعض علق بأنها يعني صفقة موفقة لليفربول، وأن كلوب سيعيد ليفربول إلى منصات التتويج بعد تقريبا 20 عام أو 25 عام ابتعاده عن تحقيق الدوري الإنجليزي. والبعض الآخر كان متشائما، حنتكلم عن المتشائمين، والبعض الآخر يرى بأنه لم يعطى لبراندن الفرصة الكافية. خالد، كلوب وتوليه دفة التدريب في ليفربول، كيف تراها بعد فترة ممكن نقول جاف وفترة قاحلة لبراندن مع ليفربول؟ أنا أشوف القرار تأخر كثير، كان من المفترض من بداية الموسم، لأن براندن من نهاية الموسم اللي راح ختمها بنتيجة سلبية. صحيح. الموسم الماضي كامل كان سيء، فاستغربت أنا أنهم استمروا عليه. القرار متوقع وإن كان متأخر، لكن يحسب لإدارة ليفربول أنها قدرت تجيب مدرب مثل يورغن كلوب، لأن يورغن كلوب أهم ميزاته يعرف شلون يتعامل مع اللاعبين، عكس براندن اللي هو أسوأ شيء فيه كيفية التعامل مع اللاعبين، فهذه ممكن تسبب نقلة نوعية للنادي في الفترة الجاية. فأتوقع أنه قادر يغير. صفقة موفقة. صفقة موفقة جدا. تعليقك على حديث كلوب في المؤتمر الصحفي، قال منحوني بعض الوقت سيكون اللقب لليفربول، وأنا الشخص العادي، هذا اللقب الجديد في البريمير ليج لكلوب. رد على سبيشال وان، هو طبعا قال أنه رجل عادي، لأنه قال أنا ما بيدي عصا سحرية عشان أنقل النادي بفترة وجيزة، محتاج وقت، محتاج فترة انتقالات يقيم الجمهور فيه والنادي، قدرة المدرب على جلب اللاعبين اللي يحتاجهم النادي. فأشوفه كان من أفضل المؤتمرات المدربين البريمير ليج، وكان حديث عقلاني وواقعي جدا. لا تنتظرون شيء من يورغن كلوب، على الأقل هالموسم ممكن يوصل النادي للتوب فور والمشاركة بدوري أبطال أوروبا، من الموسم الجاي واللي بعده ممكن تحكم على تجربة الألماني مع النادي. جميل. إبراهيم، كيف ترى تعاقد مع كلوب؟ هناك من علق وقال أنه الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة لو كانت في فترة في بداية الموسم وتبحث عن مدرب لن تتجاوز كلوب، فأعتقد أنه كانت إدارة ليفربول ناجحة في التعاقد مع هذا المدرب. لذلك هو ليس أبرز حدث في إنجلترا، هو أبرز حدث في الكرة العالمية اليوم. الكلوب كان تحت أنبار أندية عالمية مثل ريال مدريد ومثل برشلونة ممكن في وقت من الأوقات، لكن اليوم نجد ليفربول يظفر به بعد سلسلة من النتائج المخيبة. وكما قال زميلي خالد، من المستغرب أساسا أن استمرار براندن روجرز موسم جديد يقدم نتائج سيئة جدا لا تليق بنادي مثل ليفربول، وختم الموسم الماضي بسداسية أمام ستوك، يعني نادي ضعيف أساسا، ونادي تاريخي من بداية الموسم أكيد، وأمام نادي تاريخي مثل ليفربول يخسر فيها بهذه النتيجة السيئة. وحتى في آخر مباراة لجيرارد كانت ليلة محبطة، فكان يجب إبعاد هذا المدرب منذ ذلك اليوم. لكن أن تصل متأخرة خير من لا تصل. التعاقد مع كلوب اليوم هو خطوة رائعة جدا. أيضا أتفق مع زميلي خالد مرة أخرى في جزئية المؤتمر الصحفي، كان مؤتمر رائع، كان مؤتمر جذاب حقيقة، يكشف لك مدى عقلية هذا الرجل. لم يعد بأي شيء، حتى في سؤال
مورينيو سبيشال وان يقول عن نفسه قال انا رجل عادي. طالب من جماهير ليفربول الصبر ربما اربع مواسم حتى يحققون الدوري. كل ما قبل اربع مواسم سيبني فريق. الرجل لديه نظره واعيه يريد ان يعيد ليفربول فعلا. هو اشترط قبل توقيع العقد شرطين، ان يكون هو المسؤول عن التعاقدات وانتقالات اللاعبين، والشرط الثاني ان يكون مساعدين مرافقين له. بالضبط، ولهذا وافق، تم اقاله كل الطاقم الفني كامل بعد هذا الطلب. لذلك اعتقد ان يورغن كلوب قادر على النجاح مع ليفربول لاسباب مهمه، منها واهمها الاسباب النفسيه. ليفربول لا ينقص عناصر حتى ينجح في الفترات الماضيه، لكن ينقص الشخصيه، المدرب الذي يملك شخصيه. اخر مدرب يمكن مر عنده شخصيه جيده وليست كامله اللي هو مدرب بينيتيز، حقق نتائج ممتازه، حقق دوري الابطال، لكن هودسون، روجرز، كلهم يعني ما كانوا مدربين لديهم القدره على قياده فريق مثل ليفربول. اعتقد ان هذا الموسم سنشهد ولاده ليفربول من جديد بعد 25 سنه من الجفاء والابتعاد عن بطوله الدوري اللي هي الاهم اليوم في عيون مشجعي ليفربول. جميل. طيب نعلق على المؤتمر الصحفي، قوبل بالارتياح حتى من مشجعي ليفربول على حديث كلوب. ايضا في نجوم سابقين رحبوا في يورغن كلوب وتمنوا له التوفيق مثل ستيفن جيرارد، تشابي الونسو، لويس غارسيا، وجون ارني ريسا. اشاد كل من ديتمار هامان لاعب وسط ليفربول السابق وكيني دالجش الذي يعد من ابرز النجوم في ليفربول بهذه الخطوه. هذه تعطي كلوب دفعه معنويه انه نجوم سابقين يثنون ويتمنون للتوفيق، معناته انه في علامات رضا كبيره، حتى الجماهير متفائله، حتى يعني كانت المنطقه مكتظه بالفرح في التعاقد مع يورغن كلوب. خالد، طبعا انا من زمان ما شفت جمهور او نجوم او اساطير يعني متفاعلين مع تعيين مدرب جديد للنادي مثل اللي شفته مع يورغن كلوب وليفربول. كل سبل النجاح توفرت، والاهم ان الجمهور نفسه متفهم انه روجرز يورغن كلوب ما عنده عصا سحريه يعني راح يصبر عليه. قال انه راح ننتظر يورغن كلوب وش راح يسوي، والاهم انه لجنه التعاقدات راح تكون تحت اداره يورغن كلوب، فهو صاحب الامر القرار الاول والاخير فيها. فشوفوا الى الان الامور في مصلحه كلوب. الى الان اداره الريدز تعطي كل الصلاحيات ليورغن كلوب للعمل واعاده ليفربول الى وضعه الطبيعي. ايضا في السير اليكس فيرغسون اثنى على كلوب وقال انه شخصيه عظيمه وقوي جدا وعنيد وصاحب عزيمه، وكانت مسيرته كمدرب في دورتموند صعودا متميزه نحو القمه، واعتقد انه سيفعل ذلك مع ليفربول بشكل جيد. لكن في تحديات حتواجه كلوب كثيره، يعني كان في قراءات من بعض الصحف في الابقاء على بعض النجوم. ذهب الكثير من النجوم من ليفربول، وبالتالي يبحث عن شخص يتولى القياده في ليفربول. ابراهيم، الابقاء على كوتينيو، احنا عارفين انه النجم البرازيلي الشاب قدم له عرض من برشلونه. كيف يمكن انه يصنع قائد في ليفربول بعد ذهاب ستيفن جيرارد، ستيرلينج، اصابه ستوريج، سواريز ورحيله؟ كيف ممكن انه يبني قائد جديد في ليفربول؟ هل يستطيع كلوب؟ بالتاكيد كلوب قادر على ان يصنع 11 قائد وليس قائد واحد. الشخصيه اللي ينفثها كلوب للاعبيه كما شاهدنا في دورتموند قادر على انه يصنع اكثر من قائد في ليفربول. وبالتاكيد ان كوتينو ربما يكون المدخل الرئيسي او البوابه لكلوب من اجل صنع فريق قوي. اللاعب يزداد لمعان وتالق مع كل موسم حتى مع انخفاض مستوى العام لفريق ليفربول، الا ان كوتينيو لا زال يعطي ولا زال يعني يزداد في نجوميته. وابتعاد النجوم عن كوتينيو، لانه مثل ما قلت لك يعني الاسماء هذه كانت اللي رحلت عن سواريز وستيرلينج، زي ما قلت لك الاصابات المتكرره للستورج تفقد اي نجم انه خلال الابتعاد عن هذه المنظومه، لكن كوتينيو ما زال متميز وبالتالي قائد ونجم في ليفربول. دليل على تميز هذا اللاعب وامكانياته العاليه والخارقه في بعض الاحيان. استطاع بمفرده
بمجهوداتها الفردية أن يعطي 3 نقاط في أكثر من مباراة لليفربول، سيشكلان أكيد ثنائي كبير مع كلوب. وفي النهاية يورغن كلوب سيقدم بالتأكيد موسم أفضل أو عطاء أفضل من روجرز بشكل عام في طيلة عقده، لكن هو المشكلة الوحيدة اللي قد تواجه كلوب في الفترة المقبلة هي حساسية جميع ليفربول، تلقت خسائر كثيرة، أرهقت من الهزائم، حتى اللاعبين من طبعا يعني مشكلة الثقة عندهم، إعادة الثقة للجماهير وللاعبين. مجرد التعاقد مع كلوب قطعت فيها إدارة إدارة ليفربول شوط كبير جدا من أجل إعطاء إعادة الثقة للاعبين. الأمور الفنية لدى كلوب عالية، لكن أيضا قدرته على انتشال اللاعبين نفسيا قد حتى في بعض الأحيان تتفوق على نظرته الفنية، وهذا في يمكن اليوم في كرة القدم هو من أهم الأسلحة لكسب البطولات وكسب المباريات. جميل. خالد، أيضا في مشكلة أخرى ستواجه كلوب من خلال التقارير والقراءات لتعاقد ليفربول مع كلوب، ترتيب الخطوط الخلفية. نعرف أنه دفاع ليفربول يعاني، لا تمر مباراة إلا يسجل فيه هدف، في أسماء غير مقنعة في خارطة ليفربول. طبعا دفاع خط الدفاع يعتبر من أسوأ الخطوط في ليفربول الفترة الأخيرة. أنا كنت أشوف سبب هذا السوء تنظيمي أكثر من عناصري، سكيرتل ولوفرين وساخو. إيه، فالآن في موجود ممكن بعد رجعة ساخو وتنظيم يورغن كلوب الجديد، فأنا أتوقع في تطور على الأقل من الناحية النفسية في هالجانب. يورغن كلوب مدرب نفسي وبنفس الوقت عنده قدرة تكتيكية عالية، فراح يكون تأثيره جيد جدا. جميل. مش اللي ممكن يعمله كلوب الآن لإعادة ليفربول غير هذه الأمور اللي ذكرناها إبراهيم؟ البحث عن لاعبين، هو طبعا بعد توقيع العقد ذهب إلى ناشئين ليفربول لمشاهدة اللاعبين، وهذه الخطوة نالت استحسان من إدارة الريدز ومن جماهير ليفربول أنه ذهب إلى الناشئين، حتى المدرب مايكل أوين يعني فرح لهالزيارة وقال أنه ربما يساهم في اكتشاف نجم شاب إلى خارطة ليفربول. خطوة توضح حرص هذا المدرب على اكتشاف اللاعبين وتفريخ النجوم، مثل ما شاهدنا في دورتموند أكيد رويس وليفاندوفسكي وغاندوغان، كل هذه اللاعبين تفجروا مع مواهب، تفجرت طاقاتهم ومواهبهم، مطلب بالأندية الكبرى الأخرى طبعا. فربما هذا يعني حرك أشجان الإدارة ليفربول من الأعلى، وعسى أن يعيد الكرة في فريقهم. تحدث كلوب عن التعاقدات وقال أن يدرس هذا الملف جيدا، ولكن طبعا تحدث عن دورتموند وقال أنه لا يسعى للخلف لاعبي دورتموند، لكنه يسعى لجلب أفضل اللاعبين لليفربول، هو قادر على ذلك، نظرته مميزة في استقطاباته، سيحدث ثورة في ليفربول بكل تأكيد. هجوم ليفربول تعتقد أنه حتى يحتاج إلى 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 يعني نوعية مختلفة لتحقيق الإنجازات مع يورغن كلوب؟ لا طبعا، في الوقت الحالي بالعكس، يمتلك ستورج ويمتلك بنتيكي، ثنائي قوي جدا، لكن يحتاج فقط لمدرب يتفهم وش إمكانيات هذا الثنائي. بالعكس، هو كلوب هو محظوظ في المهاجمين الموجودين لديه، سيعاني فقط من خط الدفاع تقريبا وبعض المراكز في خط الوسط مثل المحور ومثل الوسط الأيمن، لكن يملك كوتينه، يملك هجوميا، لا أعتقد أنه سيعاني. وإدارة الريدز يعني تعاقدت في الانتقالات الصيفية الماضية تقريبا مبالغ كبيرة يعني مع لاعبين جدد إلى خارطة ليفربول، ممكن يستفيد منها كلوب؟ شخصيا اشوف ان الفائده الاكبر هي التعاقد مع بنتيكي، وان كان المبلغ خيالي كان بامكانك تجيب فيه لاعبين على مستوى عالي من دوريات ثانيه، لكن بنتيكي هو اكبر الاضافات لليفربول. بالنسبه لنقطه المبالغ العاليه، قد يكون روجرز المشكله والمصيبه اللي سواها انه تعاقد مع عدد مهول من اللاعبين، مبالغ يعني مبالغ ضئيله كل لاعب، لكن كان بالامكان انك تتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين بمبالغ عاليه
لكنهم بإمكانهم قلب الطاولة، بإمكانهم التأثير في ليفربول، كما شاهدنا في سواريز. سواريز استطاع أن يعني ينقل ليفربول إلى مكانة عالية صحيح. جدا، واقترب من الفوز بالدوري من خلال تأثير لاعب واحد صحيح. كان طيب. من أجل التعاقد مع لاعبين في تعليق لأرسن فينجر على تعيين كلوب، وأبغى تعليقكم عليه. قال أنه شن المدرب الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني لنادي أرسنال هجوما حادا على إدارة ليفربول بعد إقالة روجرز وتعيين الألماني يورغن كلوب بدلا منه. وتحدث المدرب في تصريحات خاصة لإحدى القنوات، ذكر بأنه لا ننسى أن ليفربول لم يحقق أي لقب في الدوري الإنجليزي منذ عام 90، حيث حقق 18 لقبا ثم غاب تماما. وأضاف لكن ليفربول كان قريبا من تحقيق اللقب قبل سنتين. في الحقيقة لا أعلم لماذا تم اتخاذ قرار التخلي عن روجرز والتعاقد مع كلوب بهذه السرعة، إنه أمر محزن. وبالنسبة لي أرى أن ما حصل لروجرز محزن. تعليقك خالد. طبعا ما أتفق معه أبدا. لو كان القرار متخذ بعد نهاية موسم 2013-2014 اللي ينافس فيه ليفربول أتفق معه، لكن على النهاية السيئة للموسم اللي راح والموسم هذا، حتى من ناحية غرفة الملابس وتعامله مع اللاعبين كان سيء جدا، ومن ناحية إدارة الصفقات يعني لوفرين وبنتكي كذا لاعب جايين بطلب من روجرز نفسه مو من لجنة التعاقدات، فما اتفق ابدا مع مورينهو مع ارسن فينجر. ارسن فينجر هو يقول لما تقيل مدرب عنده 8 انتصارات تكون جيدة لهذا المدرب في سمعته، لكن لما يكون بعد 8 خسائر محزنة ومذلة لهذا المدرب. واعتقد انه لما يكون مدرب عنده 8 انتصارات اعتقد انه ما تفكر اي ادارة بإقالته. ربما فيرغسون يقيسها بما حدث معه مع تجربته الشخصية، جلس 5 سنوات بدون أي إنجاز حتى بدأ رحلة الذهب والأمجاد، وكان من الأجدى أن يقول مثل هذا التصريح أو مثل هذا النقد لإدارة مانشستر يونايتد اللي أقالت مويس في سرعة قياسية. ليفربول اليوم ليس نادي عادي، هو نادي تاريخي، عانى فعلا في الفترات الأخيرة من عدم تحقيق البطولة الدوري أو بطولات بشكل عام، لكن من المؤكد أن روجرز لم يكن لديه الشخصية، الفريق كان يقدم مستويات تعيسة، فمن الطبيعي أن تقدم إدارة ليفربول مثل هذا القرار. وربما أن فيرغسون في آراءة بعد يعني بعد اعتزاله التدريب لا يوفق كثيرا، ربما هو مدرب ناجح ومدرب تاريخي ومدرب أسطوري، لكن آراءة لا أعتقد أنها ناجحة دائما، والدليل أنه من أعطى فكرة التعاقد مع مويس. جميل. طيب مجموعة من الأخبار وأبغى تعليقكم سريع عليها حتى ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة. أشارت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن المدرب الإيرلندي براندن روجرز المدير الفني السابق ليفربول الإنجليزي لن يبقى فترة طويلة بدون تدريب أو بعيدا عن العمل، فقد بات قريبا من خلافة تيم شيرود في تدريب أستون فيلا، ولكن بعد مباراة تشيلسي القادمة في الجولة القادمة. إذا خسر أستون فيلا فإن مصير تيم شيرود الإقالة، وتوجه رادار أستون فيلا إلى براندن روجرز. كيف تقرأ؟ والله أنا أعتقد أن إدارة أستون فيلا ستكون مخطئة كثيرا في حق شيرود. هي بداية سيئة لأستون فيلا. هو بداية سيئة لأستون فيلا فعلا، لكن قياسا بالأندية الأخرى في البريمير ليج أستون فيلا لم يعمل بشكل كبير في سوق الانتقالات، من الطبيعي أن تحدث لها بعض المشاكل وبعض، لكن شيرود أعتقد أنه مدرب جيد. طيب خالد في تعليق على الخبر ده؟ أنا أفضل استمرار تيم شيرود، لكن إن جاء براندن روجرز فأنا أشوف أنه ممكن ينجح، لأن عقليته عقلية تتماشى مع أندية وسط، فما يصلح للأندية الكبيرة. جميل. ممكن ينجح. طيب أيضا في خبر عن نادي ساندرلاند الذي استقال مدربه أدفوكات الهولندي، وعين سام الأردرايس مدربا للفريق في عقد يمتد لعامين. سبق للأردرايس أن تولى تدريب بولتون نيوكاسل وبلاك بيرن،
وويست هام يونايتد. طبعا علقت إدارة ساندرلاند على تعاقدها مع سام ألاردايس، قالت بأنه يعرف نادي ساندرلاند جيدا وكان يشكل بالنسبة لنا أفضل خيار لشغل المنصب بكل وضوح. تعليقك خالد. أيضا ساندرلاند استقال مدربه، يعني كان الجولة الثامنة حافلة بالإقالات. استقالة كانت متوقعة لما تبدأ الموسم إلى الآن بدون تحقيق أي فوز، والمركز قبل الأخير كانت بداية سيئة جدا للنادي، فبادرة متوقعة جدا من أدفوكات أنه يقدم استقالته، لأن لو ما قدم استقالته فالمتوقع أن إدارة النادي نفسها تقيله. طيب، هذه مجموعة من الأهم الأخبار في الكرة الإنجليزية، وكان الخبر الأهم هو تعاقد ليفربول مع يورغن كلوب كمدربا للريدز في الأيام القادمة. ننتظر ماذا سيقدم يورغن كلوب. تقريرنا الأخير من مدريد عن إصابات اللاعبين مع منتخبات بلادهم أثناء التصفيات لكأس العالم. الحديث عن هذه الإصابات هو ما يؤرق مدربي الأندية كلاعبين محترفين. نتابع هذا التقرير ونعود. على بعد مباراة واحدة من الاستعدادات لكأس أوروبا، عودة بطولات الأندية ستشهد تجربة اللاعبين واختبار مدى تحملهم تعدد المباريات. قائد كتيبة ريال مدريد رافائيل بينيتيز عليه مواجهة المرحلة المقبلة بتسعة لاعبين تحت العلاج. الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريك انضموا للائحة المصابين مؤخرا في إطار استعدادات منتخباتهم الوطنية. الإصابات في الريال ستؤثر على الفريق، خاصة بنزيما ومودريك، حيث سيغيبان عن المباراة المقبلة أمام ليفانتي. في الإطار العالمي، إصابة سيلفا وإغويرو لاعبي مانشستر سيتي ستسبب المتاعب لبيلغرين. لحسن حظ البرتغاليين والويلزيين كريستيانو رونالدو وغاريث بيل في حالة جيدة، واستطاعوا حجز مكان لمنتخباتهم في الدور النهائي من كأس أوروبا. هذان اللاعبان يقدمان أداء مذهلا مع منتخبيهما وناديهما، هما يستغلان جيدا مهارتهما في اللعب. في شوارع إسبانيا الجماهير متفائلة ومقتنعة بأداء منتخبهم الوطني وتأهله للعب البطولة الأوروبية في فرنسا، إلى أنها تطالب بالمزيد لاجتناب نتائج مونديال 2014. مدافع برشلونة جيرارد بيكي وقع في فخ الإصابة، ومن جهة أخرى ما زال في وسط الأنظار بسبب سلوكه. الجميع لديه حرية التعبير، لكن بيكي يجب عليه أن يحفظ ألفاظه ويحسن تصرفه. عليه أن يركز في اللعب ويترك هذه الأمور السخيفة ليستعيد تصفيق الجماهير من جديد. الأسبوع الماضي شهد أيضا انطلاق تصفيات أمريكا اللاتينية لكأس العالم 2018، تعثر مفاجئ للأرجنتين في عقر دارها أمام الإكوادور. يبدو واضحا أثر غياب ليونيل ميسي عن الملاعب بحكم إصابته في مواجهته الأخيرة أمام لاس بالماس. أمر محزن أن يصاب أي لاعب، وعندما يخص الأمر لاعب بحجم ليونيل ميسي فالوضع أسوأ، لأن الجميع يعرف أهميته في الفريق. في زاوية أخرى، استطاع الحارس كلاوديو برافو حماية مرماه ليقود منتخب تشيلي للفوز على البرازيل المفتقد لنجمه نيمار جونيور الذي يقضي عقوبة تأديبية ويحظى حاليا براحة لأيام تحت رخصة المدرب لويس إنريكي. فيروس الفيفا يفتك من جديد بأندية الليغا ليشكل تحديا آخر للمدربين، الوضع يجبرهم على إتقان خطة والاستغناء عن بعض النجوم في ظل تحضيراتهم لمباريات الدوري المقبلة. علي المجاوي لبرنامج الكرة العالمية، مدريد. أيضا كان هذا التقرير من مدريد عن إصابات اللاعبين في مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم وتأثيرها على مشاركتهم مع أنديتهم وعلى عقودهم الاحترافية. خالد، ريال مدريد أكثر المتضررين، مودريتش، بنزيما، تسعة لاعبين في العلاج سابقين في سلم الدوري، كارفخال، يعني هذه تقلق أي مدرب. أيضا مانشستر سيتي أغويرو وإصابته تقلق بيلغريني، كومباني وتم اختياره أيضا من قبل المدرب بلجيكر برغم إصابته، وهذا ما أثار غضب بيلغريني أنه مصاب كيف تختاره، قال ربما يتحسن في الأيام القادمة ويلعب المباراة الأخيرة. أثر مثل هذه الإصابات على اللاعبين كيف ترى في عقودهم الاحترافية؟ أثرها بشكل كبير، وأنا أشوف ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس أكبر المتضررين في هالجانب. يعني مثلا ريال مدريد الآن خسر كارفخال في أسبوع الفيفا تحديدا، كارفخال، راموس،
هذا الاستبدال قبل تبدا المباريات. كريم بنزيما الان والمشكله اللي صايره بين الاتحاد الفرنسي وريال مدريد، مع انه التحذيرات اللي اعطاها ريال مدريد الا انه المنتخب اشركه وتسبب باصابته. نعم. يوفنتوس مع بوجبا والفارو موراتا، خصوصا المرحله الجايه مرحله مهمه. يوفنتوس عنده مواجهه مع المتصدر الاسبوع الجاي. نعم. انتر ميلان، ريال مدريد عنده مواجهه مع باريس سان جيرمان في دوري الابطال. السيتي للتعويض خسرته. مقلقه، هي مقلقه بصراحه. مقلقه جدا. يعني اذا لم يكن بديل جاهز، لكن حتى وين البديل لمثل بنزيما؟ وين البديل لمثل اجويرو؟ اجويرو يعني يعول عليه مان سيتي بشكل كبير ابراهيم. اكيد هو من دائما يحمل لواء التهديف في مانشستر سيتي. ستكون ايام صعبه على البلغريني، خصوصا انه كان يعني يرفض مثل هذه الاستدعاءات او لا يتمنى انها تحدث. مانشستر سيتي اكيد وريال مدريد هم المتضررين الاكبر، خصوصا الريال تتكلم عن بنزيما، تتكلم عن مودريتش، لهم ثقل كبير في الفريق. اضافه الى اصابات اصلا يعني موجوده في القائمه. دائما ما يخلف اسبوع الفيفا اصابات ومتاعب للانديه. نعم. في تيم كارول الهولندي حارس نيوكاسل المنتخب الهولندي ايضا اصابه لنهايه الموسم. نيوكاسل يعني فقد هذا الحارس. ايضا ديفيد لويز منتخب البرازيلي يعني اصابه ستغيبه تقريبا شهر او شهرين. بالتالي هذه الاصابات مقلقه، لكن اللي احنا نعرفه انه اغلب الانديه الاوروبيه في تعاقداتها تبحث عن اللاعب الذي يشارك مع منتخب بلاده، قيمته تزيد وبالتالي خبرته تزيد، فتكون حريصه على هذا اللاعب اللي يشارك مع منتخب. ايضا هو مؤشر على نجاح اللاعب واستطاعته ان ينقل منتخب بلاده الى انتصارات، فبالتاكيد ان لديه شخصيه قويه. الا ان في بعض الاحيان تكون مقلقه مثل ما قلت مع في المشاركات الحساسه اثناء الموسم. ترى بانه الجولات القادمه عوده الدوريات الاوروبيه ستؤثر على هذه الانديه، غياب مثل هذه الاسماء ان لم يكن البديل جاهز، واحنا نعرف بعض الانديه تعتمد على هذه الاسماء الكبيره. تحديدا ريال مدريد ما اشوف فيها اي لاعب ممكن يعوض غياب بنزيما في خط الهجوم. يوفنتوس عنده غيابات مؤثره، موراتا الان اصبح اللاعب النجم في يوفنتوس اللي يقود الانتصارات. يعني ما الفريق الان اكتمل، جت اصابات اسبوع الفيفا، فاشوف غيابات. حتى مودريتش العائد من اصابه يعني كانوا يعني يقولون انه غيابه كان مؤثر، عودته من الاصابه والان يعود الى اصابه اخرى ايضا تؤثر على ريال مدريد. تؤثر بشكل كبير، خصوصا في ظل الكم الهائل من الغيابات. خامس رودريغيز، لوكا مودريتش، بنزيما، كارفخال، راموس، فكل هالاصابات راح تاثر بشكل كبير على الاقل خلال الجولتين المقبله في الدوري ومواجهه باريس سان جيرمان في دوري الابطال. تعتقد ان الغيابات هذه ستؤثر على الريال في لقاء الكلاسيكو مع برشلونه؟ لا، ما اعتقد ان اغلب اللاعبين راح يرجعون، لان المواجهه تقريبا بعد شهرين، فعلى الاقل 90% من الغيابات راح تكون انتهت. برشلونه حتى الان هو اكبر ناجي حتى الان، لكن عنده غياب في مباراة غياب ميسي، غياب مؤثر. هو غياب ميسي كبير، غياب ميسي يتحضر الان العوده، هو في مرحله التاهيل والعلاج، لكن ما على الاقل لا يتعرض للاصابه في هذه الايام. تعرض للاصابه في هذه الايام سيزيد من مده علاجه. نجا هو من برشلونه انه كان ناجي من مثل ما حدث الان مع كومباني. بلغريني يقول انه مصاب، كيف يتم اختياره؟ هو خايف على اللاعب وعارف قيمة اللاعب في دفاع مانشستر سيتي. عموما نتمنى لجميع اللاعبين السلامة من هذه الإصابات التي قد تعطل اللاعب عن مواصلة مسيرته الرياضية وإنجازه في عقده الاحترافي مع الأندية التي يتعاقد معها. بالتالي تبتعد أو نبتعد عن المتعة في مشاهدة هؤلاء النجوم على المستطيل الأخضر بسبب هذه الإصابات. هذا كل ما لدينا مشاهدينا الكرام في برنامج الكرة العالمية مساء الاثنين. الاثنين القادم سيكون هناك لقاء جديد. لا يسعنا إلا أن نشكر ضيوفنا خالد الحربي الصحفي في صحيفة الرياض،
وصاحب حساب دوري أبطال أوروبا في تويتر. شكرا لك خالد. شكرا لكم على الاستضافة وإن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد للمتابعين. شكرا لك خالد. أيضا كل الشكر للإعلامي الرياضي إبراهيم الحمداء. شكرا إبراهيم. شكرا موصول لك الزميل خالد. شكرا لك. ما في اليوم إنفلونزا؟ لا الحمد لله ما في شيء. الأمور ممتازة. يعطيك العافية. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام. تقبلوا تحياتي تحيات معدل البرنامج بندر الشويعر والمخرج علي المالكي. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.